كابتن عادل، الف مبروك للنادي الاهلي. لكن انت قلت لي قبل الشوط الاولاني في بدايه المباراه ان عماد النحاس ليه اسلوب، وخصوصا مع الفرق الكبيره، سيب لك الاستحواذ وبعدين بيلعب على الهجمه المرتده وعلى سرعات اللعيبه اللي عنده، ولكن ده ما شفناهوش النهارده على مدار المباراه. يمكن اتعملت كره طوليه ولا كرتين طوليين طول المباراه، والنادي الاهلي زي ما قال الكابتن علاء كان متمركز كويس ورا، وكان في نسبه استحواذ كبيره جدا. يمكن احنا لو جبنا نسبه الاستحواذ هنلاقي حاجه و60% مقابل حاجه و30% نسبه استحواذ النادي الاهلي. هل مستر موسيماني كان ليه الاثر الايجابي الكبير في التغير اللي حادث دوت؟ يعني طبعا اداء النهارده كويس، انا شايف اداء جيد جدا في ظل الظروف اللي انت بتمر بيها، وشايف في ايجابيات كتير برضو. الكباتن اتكلموا في ايجابيات، بس انا بالنسبه لي اكبر يعني اكبر ايجابيه هي انك الحاجات اللي تلف في ظهر الديفنس واحنا بنجري بناخد وقتنا مع الكوره، دي نقطه مهمه جدا كويس. حاجه من الحاجات الايجابيه جدا، انت فرقه المقاولين اعتقد من اكتر الفرق في الدوري بتعمل الكوره دي هي وفرقه امبي من اكتر الفرق اللي بيلعبوا على طول في ظهر الديفنس، هم دي الفرقه المميزين بيها الفرقه المميزين باللعبه دي. النهارده اعتقد في كوره واحده، كوره وحيده اللي هي الاستروز اعتقد لويس ادواردو، هو تعاملته طويله، فكوره في وسط الكور الكتير، في كور كتير اتعملت. أيوة. دي حاجه ايجابيه ما نغفلهاش، وبرده ما نغفلش دور علي لطفي فيها ان هو اشتغل فيها بشكل كويس، كان كان جاهز فيها. دي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا. حاجات تانية، في تفاصيل بدات تتعمل، تفاصيل كهرباء والشحات. كهرباء والشحات بداوا يشتغلوا في الحته اللي احنا كنا بنقعد نتكلم فيها، اللي هي اللي اسمها الهاف سبيس. الهاف سبيس دي الحته ما بين الخط ال 18 وما بين قوس ال 18 بطول الملعب. الحته دي حته خطر، الكهرباء والشحات استلموا فيها كتير، ودي حاجه نقطه لازم الفرق الكبيره تشتغل عليها، بمعنى ان دي المناطق اللي صعب المدافع يدخل فيها كتير معاك. يعني الباك لما تلاقي الوينج بتاعه ياخده كتير في المنطقه دي بتبقى صعبه عليه، صعبه في حالتين، ان الباك دفاعيا ما بقاش عارف هو رايح فين، دخل عمق الملعب كتير. أيوة. وفي نفس الوقت بتفضي مساحه كويسه للباكين، وده اللي احنا شفناه النهارده. النهارده شفنا فتح كتير جدا في التلت الاخير. أيوة. شفنا، وكمان مش على عدلته، ده في كور كمان لو في حد اشول كمان على عدلته، يعني لو علي معلول موجود في الحاجات دي هيخلق لك فرص كتير، ولكن فتحي ادى بشكل كويس. محمد هاني برده راح، لو شفنا تعامله مع الشحات في الشوط الاول راح في المنطقه دي كتير جدا، فدي نقطه، حاجه من الحاجات الايجابيه اللي المفروض تبقى موجوده عند اي مدرب بيدرب فرقه كبيره عايز يخلق حلول. الحاجات دي صعبه، وكمان بتخلق بتعمل مشكله للفرقه اللي بتدافع. بتجبر الوينج اللي بيدافع عليك انه ينزل ال 60 70 متر دول كاملين، ان هو طبيعي ان الباك بيكمل فلازم الوينج يجي معاه، فبتعمل له ادوار، بيعمل لونج سبرنت عكسي. بدل ما يعمل لونج سبرنت عليك بيعمله عكسي، ان هو يجي يغطي مع الباك اللي بيدافع عليه. فدي نقطه من النقط المهمه جدا جدا، انا شايف ان هي حاجه كويسه.